عم ناول كانت اكتشاف السنة هي واحدة من نجمات مسلسل فلوجة الجزء الثاني بحب كبير، نستقبلها بحضنا رحمة بن عيسى. مرحبا بيك، صحة شريبتك. نعيشك، صحة شريبتك. كل رمضان وانت حية بخير. عايشك. نحب نشكرك على المجهود الكبير اللي قاعدين تعملوا فيه مجموعة فلوجة، ومبروك النجاح. ميرسي. عايشك. هذا محليك اخترت الأبيض الليلة. اي اخترت الأبيض الليلة، وبالمناسبة نحب نشكر انديغو فاشن على لبس اليوم، واللي هما دايوغ نو سبونسور في فلوجة، هما اللي لبسونا، دونك ميرسي بوكو. شكرا رحمه، من خلالك انت نحب نشكر الداعمين الكل ولي سبونسور الكل اللي كانوا واقفين مع المسلسل واللي عاونوكم برشا برشا، ومن خلالهم هما نعمل تحيه كبيره للناس الكل اللي قاعده تستثمر في المجال السمع البصري وخاصه الدراما الرمضانيه. رحمه بن عيسى، قليله الظهور في الاعلام. اي مش برشا، شوي شوي. علاش علاش ما نشوفكش برشا في اذاعات، ما نشوفكش برشا في تلفاز، ما نشوفكش برشا في ديزيميسيون، علاش؟ والله تشوفوني كي يبدا عندي ما نحكي، عندي خدمه خدمتها، سينو كي نفهم علاش باش نظهر ما نظهرش. وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي كانك خجوله، كانك ماكش برشا تظهر على عكس اصحابك. اي على السوشيال ميديا ان فيت مش انا خجوله، اما بالكيف كي نبدا عيني وعامله جو وعندي ما نصور وعندي ما نحكي ولا من عندي معناها حاجه جو بارتاج نجم جو لا بارتاج مع العباد. اي سينو مع الخدمه والانترينمون كل حقيقه ما لقاش وقت جينيرالمون، دونك ما نظهرش برشا. راقصه، ممثله، ونشط على انستغرام، رتبهم لي ثلاثه. نذكر كانوا عم ناول لما قلنا لك اختار ممثله ولا راقصه، قلت انا راقصه ونعمل في تجربه تمثيل. عم ناول خديت جائزه احسن وجه جديد، السنه ممثله من جديد. لو نعاود نسالك نفس السؤال، بس باش نقول لك حاجه صغيره، انا ابار هذوما راني نخدم دون لو دومين دو ماركتينغ، يعني ابار لا دانس وابار تمثيل وابار سوشيال ميديا عندي خدمه اخرى ابار. عليك اقول لك بالحق ما عنديش وقت باش نقعد سور انستغرام. تظهر صغيره على المهام هذه الكل. نو جي 27 ans دونك سافا. ما شاء الله، دونك رتبهم لي. نبدا بخدمتي وبعد عندي دانس، خاطر لي زوبجيكتيف نتاعي ملي صغيره معناها هذوكم هما، وعندي التمثيل، ومن بعد السوشيال ميديا اخر حاجه. في عامين التمثيل بدل لك حياتك؟ بدل لي حياتي. لي حياتي هي بيدها، معناها كيما انا كنت نحكي لك نفس الخدمه ما تبدلتش، عندي لا دانس دو لوت كوتي. الشهره، الشهره يعني بتدخل لو كوتي اللي العباد ولاو يعرفوك كهو. والحمد لله ولا ماذا بيا؟ ليه الحمد لله؟ علاش علاش ليه؟ على خاطر الناس يحبوك. ما احلاها محبه العباد، ما احلاها. وفما ناس باش يبداو يحكيوا عليك باش تولي موضوع حديث وتشوف تصاورك تتبارتاجها، فما ناس تحب فما ناس تحب اقل. هذا الضغط هذايا معناتها انت تعرف تتعامل معاه ولا ليه؟ والله من عمناه والسنين استأنست، معناها ما عادش نتقلق نورمال. تحب تكمل في التمثيل ولا ليه؟ ولا بالنسبه ليك هي التجربه؟ هي تجربة. أي أما عجبتني كي دخلت فيه الموندو، كيما حكيت لك عم ناول، خاطر ما كنتش من الأول ما كنتش حاطة في مخي الحكاية جملة، دونك كي جربت عجبتني، دونك بوركوا با. لما تتفرج في المسلسل أي تتفرج في وحدة أخرى تقول ولا أنا نمثل؟ هي أنا نمثل، خاطر فما كوتي من رحمة موجود فيا أنا، أما أي وحدة أخرى فما حاجات تعملهم رحمة في فلوجة أنا ما نعملهمش، ما نتصرفش كيفها معناها في حاجات. باهي، هذا باش يهزنا الانترفيو. لو كان جيت كيما رحمه باهي باش نشوفوا شنو تعمل. لو كان جيت كيما رحمه في مسلسل فلوجه، نجم تدخل في علاقه مع شخص تقول له نحبك، لكن انت في الاصل تحب واحد اخر. لا لا نو، ذكر انه رحمه كانت تقول بلال نحبك وهي تحب ابراهيم. بون هي رحمه مع بلال بتاتخ كان عندها انفيد من ابراهيم اللي حبت تعبيه ولا حبت تنسى ابراهيم، دونك على هذاك على هيك مشيت لبلال، مي فينالمون قلبها قعد مع ابراهيم. تتفهمها؟ نتفهمها بيان سور. اما ما تعيشهاش؟ ما نعيشهاش. لا كيما رحمه في مسلسل فلوجه، على خاطر العائله نتاعك تنجم تدخل في الريسك. على خاطر العائله نتاعي نعمل اي حاجه، اي اما بتاتخ كي ناخذ لي ديسيزيون ناخذهم بذكاء اكثر، مش كيما رحمه عملت، معناها كي نجم تتصرف اوترومون.
تجيك تعليقات على الحكايه هذه انك معناتها دخلت في الريسك، انك كنت البنيه العاقله، كنت الضحيه، تويك وليت مذنبه. اي ليموني العباد الحقيقه، وزاد رحمه سنه قبيحه شوي. دونك اي ليموني سورتو الكوتي اللي كما قلت انت دخلت في الريسك وكل، يعني قاعد يقولوا لي علاش كنت نجم تمشي البنوح تقول له. عمناول كان فما تعاطف معك وكنت عمناول انت اللغز، توا وليت الطفله الشقيه، الطفله الغامضه، الطفله اللي تدخل في الريسك، الطفله اللي تنجم تتكره. تتكره جو بونس با، خاطر ابخي تو رحمه سي فيكسيم، معناها ما عندها حتى ذنب بالحق. وتعاطف مازال سنة سورتو في السيكونس وقت اللي بوها طردها من الدار، وقتها بالحق العباد سخفوا عليها على الاخر. اقوى سيكونس اللي قاعدين نشوفوا فيها هذه، معناتها اقوى سيكونس مثلتها انت؟ صعيبه وتوجع، على خاطر سا اكزيست، معناها فما برشا عباد، برشا بنات ولا برشا ولاد كيما رحمه، يعني يصيروا عليهم مشاكل في الدار ويطردوا بالفاسون هذايا. رحمه مش سهل باش تمثل حاجه كيما هكا وقت اللي قابلك ممثل مسرحي كبير برشا كيما مصطفى العجنقي. بالطبيعه وي. خفت قبل تصوير السيكونس هذيا ولا ليه؟ خفت اي، خاطرها صعيبه وكيما قلت لك بالحق توجع. اما الحقيقه سي منصف محلاه وجينيرال على الاخر في الخدمه، دونك سهلها عليا. عمرك ما تحطيت في وضعيه كيما هكاكا؟ الحقيقه لا حتى مر. به ما وصلتش روحي. رحمه كيما رحمه في مسلسل فلوجه، تنجم تحب استاذك؟ لا جو بونس با، نو. تقعد علاقه بين يعني استاذي، نو. معناتها لهنا شو اللي يخليك ما تحبش شخص كيما ابراهيم؟ معناتها فارق العمر والا السلطه اللي مارسها عليك كاستاذ؟ الاكثر السلطه اللي مارس عليها كاستاذ، استاذي معناها ما تنجمش تكون بوسيبل الحكايه. رحمه كيما رحمه في مسلسل فلوجه عادي تنجم تواجه شخص كان اذاك وتحكي معاه بهدوء شديد. نواجهه اي نجم نواجهه، اما نحكي معاه بهدوء صعيب شوي، سورتو كيما كادير عمل رحمه، معناها ما تنجمش تحكي معاه بهدوء. شو يحكيوا لك الناس على العلاقه ما بين كادير ورحمه؟ الانطباعات اللي تجيك والتعليقات اللي تجيك. ليموني برشا كيش مشيت له للدار بعد ما صار عليا هذيك الكل معاه، ليموني برشا كيفاش رجعت له للدار. هذيك هي هذيك اكثر حاجه بالنسبه لكادير معناها. انت كيما رحمه في مسلسل فلوجه، لو تشوف صاحبتك في علاقه غير صحيه خلينا نقولوا، تسكت وما تتكلمش؟ كان صاحبتي معناها اللي ما نسكتش نتكلم، خاطر ساعات واحد كيبدا في غولاسيون توكسيك ما يعني ما يراهيش كيما احنا من برا نشوفوها، دونك لازم ساعات شكون يجي يفيق وكل، دونك نحكي من النوع اللي تفيق وتحكي من النوع اللي يفيق. اما بون نحكي معها مره مرتين، اما بعد هي تاخذ ديسيزيون معناها. كيما رحمه في مسلسل فلوجه تنجم تلاحق لكس نتاعك وتقول له نحبك حتى هو معرس؟ امبوسيبل. لي معرس يمشي تتفهمها ولا ما تتفهمهاش؟ رحمة الحقيقة ما تفهمهاش، أما بون شو يعني أنت عملت كومباريزون أنتر أنا ورحمة، مانيش ورد عمر جملة، دونك رحمة صغيرة راهي 18 عام، رحمة بتيت خاطرها صغيرة نتفهمها. أي لو كنت في عمر رحمة بتيت صغر معناها بتتخ. انت كنت في صغيره كنت هيجه برشا كنت ولا كنت عاقله ورزينه؟ لا عمري ما كنت هيجه، يعني ديما هكا معناها حياتي كله وانا هكا هادئه. دونك الرقص بالنسبه لك هو المتنفس الوحيد اللي تخرج فيها الطاقه اللي تحب عليها الكل؟ اي هي رحمه هي انا اونفيت في الكوتي نتاع الدانس معناها. اي رحمه كيما رحمه في مسلسل فلوجه في غياب الام تنجم تتحمل مسؤوليه عائله كامله؟ وي انا جو سوي ريسبونسابل، دونك اي نتحمل مسؤوليه عليك رحمه. المسؤوليه هذه موجوده في طبيعتها والا على خاطر تحس روحها هي السبب انه عائله كامله تفرقت؟ لا جو بونس رحمه موجوده في طبيعتها من قبل، رحمه يعني حنينه وعندها لو كوتي ريسبونسابل معناها في الكاركتير نتاعها. رحمه كيما رحمه شتيح عالمها كيما قلت لك، رحمه فلوجه هي رحمه انا. دونسوز تمثل جينيفر لوبيز كانت دونسوز تمثل صحيح، وفما برشا ممثلات وممثلين مارسوا الرقص ومن بعد دخلوا من الرقص للتمثيل.
ساعات يلوموا عليكم انتم الصغار اللي جيتوا من عوالم اخرى غير المسرح، يقولوا اليوم ولو يمثلوا وهما جايين من عالم اخر، من عالم من فنون اخرى. يجرحك كلام كيما هكا ولا ليه؟ ليه ما يجرحنيش، علاش يجرحني؟ بالعكس انا الدانس عاونتني برشا، خاطر حتى الدانس فيه كوتي تمثيل سورتو لا دانس كونتمبورين. دونك ليه بالعكس انا الدانس عاوني برشا. بتيت العباد ما يفهموهاش خاطر ما يعملوهاش، ابري تو ما تنجمش تلوم العباد. زيد عبد حاجه ما يعرفهاش باش يحكي عليها حسب هو كيفاش يراها وكها. اكثر تشيخ وانت تمثل ولا وانت تشتح؟ الزوز الحقيقه قدام الكاميرا. معناتها كان نقول لك اختاري احسن سيكونس، انت تشتح ولا انت تمثل؟ عندي برشا دي سيكونس محليهم، برشا دي سيكونس شخت عليهم سنة، اي بارمي لي سيكونس هذوكم سيكونس اللي نشتح فوق السطح، خاطرني شخت عليها بالحق. الاغنيه نحبها على الاخر، اختارتها سوسن، والدانس عملتها افيك بوكو دامور، دونك شخت عليها السيكونس. ما نعرفش لهنا تسيب روحك بشكل عفوي والا هذه كوريغرافي انت تحضرها من قبل؟ نو، هذه سي اون كوري عملتها سبيسيالمون للفلوجة. منين تنسبيري الدانس نتاعك؟ منين؟ فاش تتفرج؟ لي موفمون معناها؟ ما تيلمون تعلمت وتيلمون علمت وتيلمون عملت ديكوري، لي موفمون يجيوك اوتوماتيكمون، معناها تحط الموزيك وتلقى الانسبيراسيون. أكثر واحدة تعجبك وأنت تتفرج فيها وهي راقصة؟ فما جوجو غوميز نحبها برشا. بتتخيل برشا برشا لو يعيطوا لك في برنامج دانس افيك لي ستار، اي تمشي ولا ليه؟ نمشي. تتصور هو البرنامج المثالي بالنسبه ليك؟ بوتيتر وي، نمشي ان توكا. شرقي تشتح ولا ليه؟ ابدا. موقف ولا غرام ولا؟ ليه مش موقف، بالعكس نحب نتعلم، ما عمري ما جاتني الفرصه باش مشيت نعمل كور اورينتير. سمير الوافي كتب تدوينه، اي قال انه الاداء نتاع رحمه ما كانش ناضج برشا. اوكي، عمناول انت خديت جائزه احسن ممثله جديده، اي السنه تحس روحك طورت ولا ليه؟ والله اي نحس فما حاجات تعلمتهم خير، بقى انا وليت نعملهم خير كوا. الناس اللي يقولوا مازلت برحمه يلزمها خدمه، جي انا ننقد روحي اكثر منهم. الناس هكاك تهنى بيان سور لازمني خدمه، انا وقتاش بديت يا اخي عندي قد ايه عام، يعني ثاني اكسبيريونس هذايا سنة. دونك اي انا ننقد روحي ومازال عندي برشا حاجات لازمني نتعلمهم ونصلحهم. لو تعطي روحك نوت من واحد حتى العشرة؟ ستة. ستة، ماكش قاسية مع روحك؟ قاسية مع روحي. لي ميمس اللي يتعاملوا لك يفرحوك يقلقوك؟ يضحكوني. يضحكوك؟ فما واحدة وقت اللي طردني، نو، وقت اللي في المركز نتاع، في المركز وقت اللي ما باش يدخلوها الحبس وانا نقول له ليه هزني انا ما تهزهاش هي. ايه كاتبين في بالها باش يهزوها الكارتاجلان ولا شنو. هذيك ضحكتني نتذكرها. رحمة عمرك 27 سنة وتمثل دور نتاع طفلة عمرها 18 17 سنة. صعيبة الحكاية عليك ولا ليه؟ ليه با دو تو. 27 سنة ما يظهروش عليك. اي بورتون تعرف اكثر حاجه يقولوها لي كيعرضوني لعبت في الشارع، يقولوا لي اللي انا في التلفزه نظهر اكبر من الدنيا، الوغ كو سوبوزي في التلفزه نظهر 18 عام. تو مش غريبه هذه؟ غريبه وي. باش نحطك في وضعيات باش نعرف شخصيتك. باهي. اللعبه عنوانها بين نارين. اوكي. ويلزمك تختار، يلزمك. يعني يا هكا ولا يا هكا يا هكا، وزوز يبدو حاجات خايبين. زوز حاجات خايبين. اي وانت يلزمك تختار، على هذاك عنوانها بين نارين. رحمة بن عيسى، رحمة ما بين نارين، زوز مواهب خارقة أو زوز قدرات خارقة. أوكي. إما تولي تطير وإلا تولي غير مرئية. نولي غير مرئية. صيف دائم وإلا شتاء دائم؟ صيف دائم، سهلة ذي. طيب شو شنو نصها بابا؟ ممثل يجيد نوع واحد من الشخصيات أما يتقنها بشكل كبير برشا، والا ممثل ينوع في الشخصيات دون ما يتقنها. ينوع في الشخصيه دون ما يتقنها وتو بعد يتقنها. تحل مشاكلك وحدك نداوي جروحي بروحي، والا تحل مشاكلك مع الناس يخفوا عليك؟ نداوي جروحي بروحي. تعيش مع شخص انت تحبه
وهو ما يحبكش، وإلى العكس تعيش مع شخص هو يحبك وانت ما تحبوش جملة؟ امبوسيبل نعيش مع شخص هو ما يحبنيش ساعة، دونك نعيش مع شخص انا ما نحبوش. الهم عندك ما تختار. كيفاش تعيش مع شخص انت ما تحبوش؟ اون توكا ما نعيشش مع شخص هو ما يحبنيش، دونك انا ما نعيش هك ولا هك، ان شاء الله ما نتحطش فيه المحط معناها. اما كاين باش نختار، نختار انا ما نحبوش. هل تفضل باش تكون صريحة ومكروهة وإلا منافقة محبوبة؟ صراحة راحة صريحة ومكروهة. مش ساعات محتاجين جرعة نفاق صغيرة هكذا؟ لا لا، نفاق مجاملات اللي فما فما. تتكلم وتفرهد، بتخلي حد شيء في قلبك وتنجم توجع الناس اللي دايرين بيك، وإلا تسكت وترجع كل شيء على روحك والناس اللي دايرين بيك ما في بينهم حتى شيء. نتكلم مقلق، قلت ليه نتكلم مقلق، وانا الحقيقه نسكت راني، اما فينا المو نوصل لها ليتاب نتاع نتكلم، دونك في الاخر نتكلم. دونك في الاخر لازم نتكلم. نتكلم. شنو الاصعب ليك، تحب شخص كنت تكرهه والا تكره شخص كنت تحبه؟ نكره شخص كنت نحبه اصعب. الكره كلمه كبيره. ان توكا بين نارين، ما بين امك الغالطه بحسن النيه وشريك حياتك اللي على حق. صعيبة ذي. أمي غلطة. أي على حسن نية. على حسن نية. وشريك حياتي اللي على حق. أي أصعب لي أمي غلطة، ما نحاول نحكي معها نقنعها. مش نحيل لك حاسة من الحواس، أختار حاسة السمع ولا حاسة البصر؟ لطف يا ربي حاسة السمع. إيش معايا رحمة؟ كل فلوجة قاعدة تجيك في عروض ولا ليه للتمثيل؟ عم ناول جيوني عروض. تقول ليه؟ قلت ليه مش خاطر حبيت نقول ليه، أما خاطر وقتها ديجا أنجاجي في حاجات أخرين والتايمينج غلط معناها. مسلسلات وإلا أفلام؟ أفلام. تفضل. حكاية فلوجة تكمل موسم جديد ولا تفضل يسكر في الموسم الثاني ونشوفوك في حكاية أخرى يمكن؟ هي رحمة فلوجة مازال فيها يعني تجم نجم نديفلوبيوها أكثر برشا، نجم نخرج منها حاجات أخرين، تجم سوسن تخرج منها حاجات أخرين، أما أي بوركوا با نحب نشوف روحي في غول آخر زيد في شخصية أخرى. رحمة بن عيسى يعطيك الصحة، شكرا ليك. نخلي الكلمة الختام. ميرسي بوكو على الانفيتاسيون هادي. نورتنا. يعطيك الصحة عايشك. نحب نشكر برشا سوسن جمني خاطرها خلتني نكتشف في روحي حاجه ما كنتش نعرفها. نسلم على اكيب فلوجة الكل، نسلم على دارنا وعلى اصحابي وعلى دي، ونقول لهم نحبكم برشا. نحب نشكر خليل نوير وايمان زديري على الميك اب والهير ستايلينغ، وبيا وانديكو فاشن على الغب. ميرسي بوكو. يعيشك. يعطيك الصحه. ان شاء الله عيدك مبروك، ما تقبلناش من هنا العيد. نشكرك برشا برشا برشا. عيدك مبروك دينا. رحمه بن عيسى. يعيشك. كرهبة تمشي، كرهبة تجي، كرهبتنا واليس وولف سومها 118 مليون و800. الكرهبة هذه تنجم تكون من نصيبك، سهل برشا، خذ تليفونك اكتب حرف A وبعثه على الرقم 85 811، 85 811. حظ سعيد للجميع. كان هذا كل شيء ليلة في فكرة سامي فهري. شكرا لكل الضيوف، شكرا لكم على الوفاء والمتابعة. نتقابل إن شاء الله في سهرة الأربعاء. شكر خاص للفرقة الموسيقية، فرقة مزيكا بقيادة المايسترو خالد بن عيسى. باي باي ناس كل.